أدخلكم عالم ميت عن طريقي بكلماتي ده. تقول ميت إنما حياة الإنسان على الأرض جهاد مستمر رغم كونها عبور. وتقول أيضا واصفة الكتاب الذين لم يعطوها حقها من الكتاب من هو ملخص جلسات ومدون وقائع، ومنهم من هو كولومبوس جاء لاقتحام البحار وركوب الأخطار واكتشاف عوالم مجهولة. وتقول أيضا يحسب بعضهم أن السدود التي يجتهدون كثيرا في إقامتها تكفي لإطفاء نور الشمس. طبعا معنا مداخلة قيمة للروائية القديرة أستاذة سلوى بكر صاحبة العربة الذهبية لا تصعد للسماء والمشموري وكوكو سودان كباشي والصفصاف والآس وسواقي الوقت وغيرها من المجموعات القصصية التي أمتعتنا وما زالت تمتعنا بها مع هذه القراءة الأخرى لهذا الكتاب الأستاذة سلوى بكر. فقط شكرا جزيلا على هذا التقرير اللي فيه جانب دعائي وإعلام. أشكر خاصة فكرتكم بالكتب تحت اللي هو عموما أنا الأول بعتذر على التأخير، أنا بعتذر بمواعيدي ولكن الدنيا مرة زحمة. إحنا خدنا حوالي نص ساعة من أول المدخل للمعرض لحد اليوم، فأنا آسف. طيب الحقيقة طبعا الدكتور يسري اتكلم عن الكتاب وعرضه وأبرز قيمته، وأنا لن أعيد ما قاله الدكتور يوسف، ولكن هحاول أن أمد الخط على السؤال شوية. هذا كتاب هام لأنه كتاب يطرح أسئلة أعمق من حدود مسألة ما يزيد. هذا الكتاب هو يقدم جانباً من أعراض المرض، ولكن هو يحلنا إلى المرض ذاته، المرض الأساسي الذي أصاب ثقافتنا، الذي أصاب حياتنا كلها، هو مرض الحداثة الشكلانية، الحداثة غير المتجذرة، الحداثة التي لم تصل إلى الأعماق. الحداثة في واقع الأرض باختصار كده شديد قوي وبدون يعني فزلكات أكاديمية، الحداثة هي أن نعيش كل ما هو حديث وكل ما هو معاصر ونعيش زينا زي العالم اليوم. العالم يعيش بعقلية، بقيم، بمفاهيم، بطرائق حياة، بطرائق للنظر إلى الذات وإلى الآخر وإلى العالم. نحن لا نعيش هذه الحداثة، ولكن تهيمن على حياتنا ماضوية كاملة في كل تفاصيل الحياة. الحداثة جاءت في مصر مع ذهاب الحملة الفرنسية. الحملة الفرنسية قدمت إشارات للمصريين، ولكن محمد علي الكبير حاول أن يكون لمصر مشروعها الحداثة. لما جت الحملة الفرنسية في سؤال، إيه اللي عجب المصريين في الحملة الفرنسية؟ إيه اللي عجبهم في الحملة الفرنسية؟ إيه اللي خدوه من الحملة الفرنسية؟ لو رجعنا لكتابات الجبرتي، لو رجعنا لرفاعة الطهطاوي، رفاعة الطهطاوي بيقول إيه على الباريسيات؟ كنا يرتدن الفستانات. فساتين الستات في مصر في الوقت ده، ستات
الطبقات الراقية والقاهريين والمدن بيلبسوا لبس معقد قوي زي ما لبسات ستة عشان الدنيا بقى مش عشان الموضوعية دي بيلبسوا لبس شروال فوق ومش عارف ايه وتبقى طالعة ايه ماشية بجلاب معاهم ومعقد جدا ومعوق لانه المرأة هي حريم وهي ربة الخضور والدرة المصونة وربة الصوم والعفاف فطبعا ده كان ملائم. المصريين عجبهم قوي في الحملة الفرنسية حاجة بسيطة جدا. العربية اللي بتتحط فيها الرمل وتتجر ما كانوش يعرفوها. دي عجبتهم ما زالت موجودة لحد دلوقتي. عجبهم قوي ان الفرنسويين موتوا الكلاب في الشوارع لان الكلاب كانت تبقى قطعان وبتأذي الناس بالليل طبعا في الضلمة قبل ما يبقى فيه مصابيح غاز الاستصباح اللي نابليون قال كل حارة تترش ويطلعوا الحافة والفرش يتشمس وبالليل الحارة يتحط على جبهة مصباح غاز الاستصباح ده اللي في بعض الحوادث في القاهرة القديمة موجود فيها ده لحد دلوقتي. طيب محمد علي كان لديه مشروع هذا المشروع استند بشكل أساسي على مشروعات الحداثة الأوروبية وعلى وجه التحديد مشروع الحداثة الفرنسية وعشان كده محمد علي استعان بكم هائل من الفرنسيين المهندسين والخبراء حتى في الجيش معظمهم كان في الطب كانوا فرنسيين واعتمد على جماعة من السان سيمونيين وهم كان لديهم ملحة اشتراكي يساري اعتمد عليهم في بناء الدولة الحديثة في مصر. محمد علي أيضا حاول أنه يعمل حداثة في التعليم فركب التعليم الأزهري وراح عامل التعليم الإلزامي. هذا التعليم الإلزامي نحن نادين له بفكرة تجذير المواطن أو وضع بذور المواطن في مصر لأنه التعليم كان للبنين والبنات بصرف النظر عن الجنس التعليم كان أيضا لكل الأديان المسيحيين واليهود والمسلمين وكل الناس. إذن كانت هناك محاولات لهذه الحداثة ولكن الحداثة لكي تتحقق في شرطين أساسيين لتحققها الموقف من المرأة والموقف من الدين. دون وجود مواقف راديكالية من المرأة ومن الدين فلا حداثة وربما هذا هو المأزق الذي نعيشه والمأزق الذي يحلنا إليه الكتاب لأن ما جرى لمي من النخبة الثقافية هو تمتد أو صار حتى اللحظة الرهنة وأنا بتكلم من موقع إن أنا واحدة موجودة بقالي فترة طويلة في الحياة الثقافية. طيب عشان نقول طب ده حصل ليه؟ ما اتجذرتش الحداثة ما اتجذرتش عندنا لأنه الموقف من المرأة فضل مرتبط بالسياقات الماضوية القديمة. ما هي السياقات الماضوية القديمة؟ السياقات الماضوية القديمة هو تقسيم العمل الاجتماعي بين الرجل والمرأة. المرأة منوطة بوظائف صناعة الحياة أي الحمل والإنجاب وما يدور حولهما والرجل يصنع العالم. الرجل يحارب ويخترع ويغني ويعمل كل حاجة والمرأة من أنت؟ من أنت؟ أنت المنوطة بصناعة وظائف الحياة. يجيبوا واحدة ست عالمة مثلا زي الدكتورة رشيقة الريدي عالمة أنا شفت فيلم عنها معمول ثلاث عالمات في العالم زي رشيقة الريدي إنما ممكن بمنتهى البساطة وبمنتهى يعني
كده تبقى ضميرها مستريح. المذيعة اللي هي ضربة شعرها أصفر وحط عدسات وليه مش حد مننا كلنا اللي احنا عايزين دلوقتي، يعني شعبان ما عندوش شعر مثلا ولا شعر أكرك، ها؟ إنما المذيعات اللي بيطلعوا لنا دول متنفخين ومشدين وعاملين والحاجات دي كلها مش شكلنا الحقيقة ولا شكل السواد الأعظم من النساء المصريات في الشوارع. عندما نتحدث عن النساء نتحدث عن السواد الأعظم من النساء في الريف وفي القرى وفي الشوارع، دي ناس مش شكلين. فتقول لها كده بمنتهى البلاها، هي وبتعرفي تطبخي، هي وبتعملي لعيالك ايه، وهي وكأن المرأة لا تتحقق إلا إذا قامت بأدوارها الماضوية الأولى. وهذه كارثة حقيقية يرشدنا إليها كتاب مي. عندما حاولت المرأة الخروج عن الأدوار التقليدية ماذا جرى لها؟ ماذا جرى لها؟ جرى لها ما جرى لمي، وهذه هي العينة. الكتاب يقدم لنا عينة عن الحداثة غير المتجذرة في مصر فيما يتعلق بموضوع المرأة. طيب النخبة اللي اتكلم عنهم الأستاذ شعبان في هذا الكتاب هي كلها يطلق عليها رموز الثقافة في مصر، رموز التنوير في مصر. ويقول لك أحمد لطفي السيد، طه حسين، العقاد، والعقاد قال والعقاد عال. طيب هذه النخبة لكي نفهم لماذا كان موقفها هكذا، هذه النخبة جاءت في سياق تاريخي. السياق التاريخي كان يراوح مكانه فيما يتعلق بالمنظومة القيمية المتعلقة بالنساء. يعني الحضارات دول كلهم الوحيد اللي كنا بنشوف مراته طحسين. هو كان طه حسين، لأن الست خواجات مش طبعا. أكتر من كده. إنما الباقيين فين يا عم مراته؟ ما بنشوفهاش قاعدة معاك في حتة، ما بنشوفهاش بتيجي. طيب يعني بعد ما تمارسوا العلاقة الحميمية وتحبوا بعض وهي نظفت لك هدومك وعادل، تقعدوا تقولوا إيه لبعض؟ بتكلمها نفس الكلام اللي كنت بتتكلم فيه مع مي؟ بتتكلم في الثقافة مع مراتك دي؟ لا طبعا ما كانش بيعمل كده، ولا بنشوف ده. ولذلك بنقول أرني زوجتك أقول لك من أنت. تيجي بقى تكلمني في قصيدة الناس، الشعر الحديث، ضرورة كسر التابوهات في الكتابة، ها؟ طيب يا جميل، كل ده كلام جميل قوي، ولكن وريني مراتك، ها؟ هذا هو الأمر الحقيقي الذي يجب أن نتعامل معه، وهذا هو ما يقول لنا هذا الكتاب. كلهم في هذا الكتاب كلهم كيف تعاملوا مع المرأة؟ تعاملوا مع المرأة ارتكازاً إلى المفاهيم والقيم القديمة المتعلقة بالنساء. المرأة موضوع الجنس، موضوع للزواج، موضوع للإنجاب. كل المؤرخين بتوع العصور الوسطى، يعني مثلاً لما نيجي نقرأ الصحاوي أو نقرأ مش عارف مين، أو فيقول لك الأعلام اللي ماتوا هذا العام، فيقول رجالة رجالة رجالة، وبعدين تيجي كده إيه في السكة واحدة ست، فيقول لك إيه وكان فوقها، ما يقولش جزء، وكان فوقها فلان فلان فلان. المرأة موضوع الجنس، وهو راجل متسق، يعني أنا مش بنتقد ولا حاجة. فهنا أهمية هذا الكتاب إنه يجعلنا نطرح الأسئلة المتعلقة بالحداثة، موقعنا من الحضارة الرهنة في العالم. هناك حضارة موجودة في أين موقعنا من هذه الحضارة؟ أين أفكارنا من الأفكار الحضارية المعيشة على مستوى العالم بصرف النظر عن الاتجاه السياسي أو الوضع الاقتصادي؟ العالم يعيش بعقلية نحن خارجها. المسألة الأخرى المتعلقة بالمرأة والمتعلقة بمشروع وتجذير الحداثة هي مسألة الدين.
مادي ان هو جاسم على الفضاء المجتمعي العام لا فائده، لا فائده. يقول لك هذا كلام علمانيين، اصل العلمانيه لا علاقه لها بهذا الامر، لانه مصطلح العلمانيه هو مصطلح تم حفظه في القرون الوسطى من قبل الكنيسه المصريه، وكان يقال على كل من لم يعمد في الكنيسه خلال القرون الوسطى. فكان اللي بيعمد يبقى شخص كنسي، اللي مش معمد يبقى شخص علماني، وتم استخدام هذا المصطلح حتى يومنا هذا. ولكن اول ما تقول ها، طب احنا عشان نقف شرط المرور، يقول لك لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما تيجي تخطي عدي برجلك اليمين، اوعى تعدي برجلك الشمال احسن الشيطان هيبقى موجود. كل هذا الكلام العالم مش عايش بيه النهارده. ما حدش في العالم بيجي يخطي بشرط المرور لما تبقى خضراء وبيقول بسم الله الرحمن الرحيم او باسم الصليب او باسم، ما فيش. هل هذا الكلام ضد الدين؟ لا طبعا مش ضد الدين، الدين فوق راسي. ولكن الدين هو امر شخصي، الدين هو لا يسير حياتنا اليوم. وهذه مشكلتنا التي نحيا، مشكله نحيا على مستوى الدوله طول الوقت تزايد على الاتجاهات الدينيه والاتجاهات الاسميه. تقول الدين عندنا، تعالوا عندنا، الدين بتاعي انا خطاب الديني افضل. ومن هنا كل الدعاوى اللي اتكلمت عن تجديد الخطاب الديني، نجدد الخطاب. الدكتور جابر عصفور كل شويه كان يقول الله يرحمه تجديد الخطاب الديني. اي خطاب ديني عايز تجدده؟ خطاب ايران الشيعي ولا خطاب الحوثيين ولا خطاب السعوديه ولا خطاب مين بالظبط؟ ولا خطاب السلفيين ولا خطاب الاخوان المسلمين؟ الدين في خطابات متباينه وفقا لتفسير القران والسنه ووفقا للمصالح قبل التفسير. لماذا نطالب نحن بحاجه الى النظر في الخطاب الحديث؟ المشكله التي بدنا نعاني منها جميعا هو التناقض بين المنظومه الفكريه الدينيه، الخطابات الدينيه المتباينه التي تملى علينا طوال الوقت وتتناقض مع الحياه اللي الناس عايشاها في كل حته. فتلاقي بنت شابه اموره كده لابسه لي بنطلون جينز محزق وحاطه فوق راسها حجابين ثلاثه كده، واحد احمر واحد اخضر، وعامله ميك اب كامل لان هي مسكينه، هي عايزه تبقى حدثيه زي العالم اللي عايش النهارده، وعايزه برضه تبقى محافظه على القيم الدينيه. ما ينفعش الاثنين مع بعض بالطريقه دي. فنحن نعيش كل تناقضاتنا الاجتماعيه. واحده ممثله في فيلم محدش شافه قلعت اللباس، واللباس دي مش كلمه وحشه كده، لو عربيه فصيحه يعني، قلعت اللباس. كلنا بنقلع اللباس، كل الناس رجالا ونساء بيقلعوا اللباس، ايه المشكله؟ ليه المجتمع يعني اعتبر ان دي كارثه تحدث؟ ايه الكارثه يعني في الموضوع؟ ما تقلع، والفيلم هتبقى فيلم تافه وبايخ ومحدش شافه. انا شفته في نسخته الايطاليه. المجتمع يقوم ويقعد بقى وخناقات وكل النتيجه خلوا البنزين 25 قرش. ادي نتيجه ايه اللي حصل، غلوا البنزين 25 قرش. فعايز اقول لكم موضوع الحداثه هو ما يحلنا اليه هذا الكتاب. هو يقدم عينه حاطينها تحت الميكروسكوب، عينه من يزعمون التمييز، من يزعمون الحداثه، موقفهم من المراه اللي كانت في نفس النسيج النخبوي معاهم وهي ميزه. دي اهميه كده انه يحلنا الى اسئله، يفتحنا على فضاءات من الاسئله الهامه المتعلقه بحياتنا الان. مش عايزه اقلد الدكتور يسري، هو اتكلمت كتير زيه.